أهم الأخبار الرياضية في 120 ثانية من قناة الجزائر الدولية. بلغ المنتخب الإنجليزي ربع نهائي بطولة أمم أوروبا الجارية في ألمانيا بعد فوزه بصعوبة على سلوفاكيا في ثمن النهائي بهدفين لواحد، وأنقذ نجم ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام منتخب بلاده من الإقصاء بتسجيل هدف التعادل بمقصية رائعة في الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف أريك كين الهدف الثاني مع بداية الشوط الإضافي الأول لإنجلترا التي ضربت موعدا لسويسرا في ربع النهائي. تجاوز المنتخب الإسباني بطل اليورو ثلاث مرات نظيره الجورجي بأربعة أهداف لواحد سهرة الأحد ضمن ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا، لتواجه منتخب البلد المضيف للدورة ألمانيا في ربع النهائي مساء الجمعة المقبل في ملعب مرسيدس بنز بمدينة شتوتغارت. حجزت الإكوادور مكانها في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد تعادلها بشق الأنفس من دون أهداف مع المكسيك التي ودعت البطولة بعد حصولها على المركز الثالث بين فرق المجموعة الثانية، وسيلتقي منتخب الإكوادور بنظيره الأرجنتيني حامل اللقب. ارتفعت حصيلة عدد مقاعد الجزائر في الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة بداية من 26 جويلية الجاري إلى 45 مقعداً في 15 تخصصاً رياضياً، أبرزها المصارعة بثمانية عناصر وألعاب القوى بسبعة رياضيين والملاكمة والمبارزة بخمسة عناصر وجيدو بثلاثة مصارعين، بالإضافة إلى مشاركة البطلة العالمية كيليان مور في الجمباز وغيرهم من الأبطال الساعين إلى تحقيق هدف التتويج الأولمبي. فاز الدراج كيفن فوكلان بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية أمس الأحد، ليضمن نجاح الفرنسيين لليوم الثاني على التوالي في النسخة الحالية بعد فوز مواطنه رومان باردي بالمرحلة الافتتاحية للسباق.